عندما تتراكم المسؤوليات وتتزاحم المهمات ولا تجد في اليوم سوى 24 ساعة لإنجاز ما هو مطلوب منك، تذكر هذه القصة. ذات يوم وقف أستاذ الفلسفة يلقي محاضرة على طلابه، واضعا أمامه بعض الأشياء. وعندما بدأت المحاضرة ودون أن يتفوه بحرف، شرع في التقاط جرة فارغة وملأها بعدد من كرات الجولف، ثم سأل الطلاب: هل الجرة ممتلئة الآن؟ فردوا جميعا بالإيجاب. راح الأستاذ يلقي كمية من الحصى الصغيرة داخل الجرة، ثم رجها حتى تتسرب الحصى الصغيرة بين كرات الجولف، ثم كرر سؤاله: هل الجرة ممتلئة؟ فردوا جميعا بالإيجاب. ثم سكب الأستاذ كمية من الرمال في الجرة، فسدت الرمال كل الفجوات بين الكرات والحصوات، ثم أعاد السؤال، فأجمع جميع الطلاب على أن الجرة ممتلئة. في نهاية المطاف أخرج الأستاذ قدحين من القهوة كان قد وضعهما في درج المكتب وأفرغهما في الجرة، ثم طرح نفس السؤال بعد أن تسربت القهوة في المساحات الفارغة في الرمال. وهنا ضحك الطلاب من أفواههم عندما اكتشفوا أن هناك مساحة خالية في الجرة وقد ملأها السائل. وهنا بادر الأستاذ في شرح مغزى القصة قائلا: الجرة ترمز لحياتنا، وكرة الجولف هي رمز الأولويات في حياة كل منا، مثل عبادة الله وحب العائلة والأطفال والاهتمام بالصحة والأصدقاء والمشاعر النبيلة التي تغنينا عن كافة الأشياء في حين لا يغنينا عن ضياعها شيء. أما الحصوات فتمثل الأشياء الهامة بالنسبة لنا كالوظيفة والبيت والسيارة، ولكنها أقل أهمية من شؤون حياتنا الكبرى. أما الرمال فهي تعبر عن صغائر الأمور، وهي أقل قيمة وأهمية من كل شيء، تلك الهوامش العابرة في حياتنا. ثم استرسل قائلا: ويجب علينا أن لا نضع الرمال أولا في الجرة قبل وضع كرات الجولف، وإلا فإن الرمال ستملأ الجرة ولن يبقى مكانا للكرات ولا حتى للحصوات. وهنا بادره أحد طلابه قائلا: ولكن إلى ما ترمز فناجين القهوة؟ فابتسم الأستاذ وأجاب قائلا: سؤالك رائع، فقد تكتظ حياتك بالأولويات والمهام التي لا تتيح لديك دائما متسعا من الوقت لتتناول فنجانين من القهوة مع صديق حميم أو مع إنسان كريم.